طب من ايه طموحي. اللي انت عملته انت هدي وسامح ووفر معاك يعني حاجات بسيطه كده وعملتوها؟ لان الحقيقه في شويه نصايح كده اجمالا يعني هنقولها لكم، بدل ما تشتري مشروبات كتير من بره مش عارفه، لا هات سخان الميه ووفر البند ده، الحاجات اللي هي ممكن تهلك فلوس كتير خاصه لو في عيال صغيرين في حالتنا مثلا، الحاجات اللي هي زي الكريب والوافل والبانكيك والحاجات اللي العيال بتقعد تسف فيها طول الوقت دي، ممكن تجيب المكنه، وغالبا هي بتبقى مكنه واحده بتعمل كل الحاجات دي، واعملها في البيت. انت عارفه الوفلايه او الكريب دي مثلا 40 50 60 جنيه على حسب المكان وعلى حسب حاطه عليها، وهي اصلا ما بتكلفش حاجه. هي ما بتكلفش حاجه طبعًا. خالص خالص. احسبي كيلو الدقيق ومش عارفه واللبن وبيضه، لو حسبتيها هتلاقي تقعدي مثلا ايه 3 شهور تعملي كريب ووافل يعني، او اي اي فطائر يعني. عارفه الحاجات اللي بتساعدك انك تحوش كمان ايه؟ انك تصاحب ناس شبهك. يعني انا ساعات بحس انه ساعات ناس كتير بتبقى نبقى فاهمين بعض، لا مع ناس فوق مقدرتها، انت بتبذل مجهود عشان تبقى شبههم، انت طول الوقت بتبذل مجهود تلبس زيهم، تخرج خروجاتهم الساعه اللي هي ماركه معاها، تروح تسهر في المكان او تتعشى في المكان عشان تبقوا مع بعض. لو الناس دي مش شبهك ومش في نفس مستواك هتبقى هترهق. صعب جدا تحوش، هترهق جدا. صح. لكن لو الناس شبهك بقى ايه اللي هيحصل؟ طب يا جماعه احنا الميزانيه مخرمه، هنقعد في البيت يلا، طيب كل واحد يعمل حاجه وتعالوا نقعد في البيت نشرب حاجات سخنه. صح. وناكل مع بعض ونتفرج على التلفزيون او نعمل اي حاجه. يعني برضو دي من الحاجات اللي بتساعد قوي الواحد، خروجه البيت واحده من الحاجات الموفره. إيه؟ انت قلت ايه، فتحت سكه لطيفه. مثلا وانا في المسرح مثلا فالبوفيه انا شغال بقى قهاوي على شايات على بتاع على ميه كتير. على كتير، فاقوم دافع مبلغ كبير على الضيوف اللي بيجوا لي وبتاع، فاقول ايه لو هدفع مثلا في الاسبوع 1000 جنيه مثلا، قلت طب ما انا اجيب المكنه بتاعه القهوه. صح. والبتاع البويلر وسخان الماء طبعا، دفعت 2000 جنيه. ايوه ايوه بس هتوفر معاك بقى. ليه؟ لا بقى كل اللي في المسرح عندي ده كرم بقى، ده كرم، انت فاهم قصدي؟ فكل ايه يومين ميدو هات لي نص كيلو بن، فبقيت بوفيه على 2 كيلو سكر داخل مقطع بسكر يعني. من بكره يا جماعه سخان باظ البويلر اتحرق وخلاص، سخان باظ البويلر اتحرق. الحقيقه ان احنا جدودنا كان عندهم طرق لذيذه جدا للتوفير، يعني فكره اعاده تدوير الاشياء كانت بتبقى من الحاجات اللي بتوفر جامد جدا. يعني في يعني مثلا في حاجات مثلا هديكم مثل، تيتا كان عندها بلطو لطيف جدا. البلطو ده فيه كم من هنا زي اللي طالعين موضه دلوقتي، فرو كده، فرو اللي هو فرو اللي هو الصناعي. الفرو ده باظ، الفرو ده اتشال واتعمل فرو جديد، او بتشتري من محلات بتبيع الخردواتي وتعيد تدوير الاشياء. تيتا كانت ساعات بتصغر حاجات من 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 مثلا خالتي لمامتي. هي بتعرف يا هادي، لكن لو انا ما بعرفش بتحول الحاجات دي لكراكيب في البيت. لا في اعاده تدوير بتوفر جدا. طبعا لو انا بعرف، لو هي بتعرف وعندها الموهبه وفعلا بتجدد الحاجات وبنفكر شويه. مش كل مش حاجه بتخزن تحت السرير وفوق الدولاب، مش كل حاجه كرسة. مش نافعه تتصلح اجيب غيرها. لا يعني ده من الحاجات اللي بتوفر كتير اعاده التدوير. طبعا صحيح. هو انا ضد يا شيري الاسراف في الغلط، اسراف في مش صح، اسراف سلبي. لكن لو انت بتنفقي انفاق خير او كرم ربنا بيقوم، دي قناعاتي، دي قناعاتي يعني، بيقوم مديلك اكتر.